لأول مرة على اليوتيوب منشئ محتوى يشرح لك كيفية إزالة التحذير من قناتك. وخد بالك دي مش حرفانة مني، لأ ده في شهر 9/2023 اليوتيوب طرح للجميع ميزة أنا شايفها تعتبر من أهم تحديثات اليوتيوب في 2023، إن حضرتك لو أخدت تحذير تقدر بالفعل إنك تشيله من قناتك، مش يفضل في قناتك مدى الحياة. لو جينا بصينا مع بعض على التحذير ده وضغطنا عليه، الأول ما كانش فيه اتخاذ الإجراء، الأول كان مطفي، دلوقتي اتفتح، اضغط اعمل اتخاذ الإجراء وبعد كده اعمل بدء المراجعة. خد بالك الإنذار ده تم او التحذير ده تم إعادة النظر فيه، ولبست التحذير لبسته خلاص ما فيهاش إعادة نظر، يعني انا ما عنديش إعادة نظر، لا خلاص انا يا جماعة دلوقتي محتاج اعمل معاكو ان انا اشيل التحذير. وعلشان اشيل التحذير لازم اعمل حاجة اسمها دورة تدريبية. اعمل التالي مع ده، ده كله اعمل التالي، هيجي لك هنا المشاركة في الدورة التدريبية او اعادة النظر. طبعا اعادة النظر انا تم رفضه في 2021 تقريبا من سنتين، ومن وقتها التحذير موجود على قناتي مش عارف اشيله، بس اليوتيوب اتاح ميزة مهمة جدا وهو المشاركة في الدورة التدريبية. اليوتيوب بيديك 7 أسئلة في 15 دقيقة تبدأ تجاوب عليهم وتعمل التالي: ينشر صانع محتوى فيديو لشخص ينزف من أنفه المكسورة ويظهر رمز تعبيري ضاحك على اللقطات وعنوان الفيديو هي صور مقرفة، هذه نتيجة الضرب المبرح، محتوى مخالف التحقق. ماشي إجابتك صحيحة. نيجي على التالي: تنشر سحر فيديو يعرض بقرة أثناء ذبحها في مزرعة إنتاج حيواني ويعرض الفيديو لقطات مقربة، نعم محتوى مخالف. إجابتك صحيحة. اعمل التالي. كده السؤال التاني: تنشر أميرة وثائق تعليمية عن سباق الدراجات الهوائية ويتضمن حادث اصطدام ويشرح تعليق الصوتي على الفيديو أن هذا الاتصام هو أحد الحوادث الفظيعة المتعددة التي وقعت خلال منافسة 2021 في بداية، وتعرض لاحقا جروح سائق المصاب بما في ذلك جرح عميق. مخالف، عميق مخالف. بقول لحضرتك ليس مخالف، لا يخالف هذا المثال لأنه يقدم وقائع أساسية لمساعدة المشاهد. إعادة المحاولة. خلاص أروح أعمل لأ التاني. ماشي كده إجابتك صحيحة. اعمل التاني فما تقلقش لو خدت ايه، لو خدت غلط. إعادة المحاولة. تنشر ليلى صورة لشخص تلتهم النيران وتألم صارخا وتضيف العبارة حادث مروع في الصين إلى الصورة، لكنها لا تقدم حقائق أساسية إضافية حول الضحية أو الوقائع الحادث أو زمانه أو مكانه أو سببه. مخالف؟ والله ما عارف مخالف ولا لا. تنشر صورة ليلى، تنشر ليلى صورة لشخص تلتهم النيران، طبعا مخالف لأن هو مش جابت مكانه. تمام التالي. ماشي. تنشر أميرة فيديو يظهر لقطات من كاميرا المراقبة لشخص يتعرض لضرب عنيف ولا تضيف أي حقائق أساسية عن الحادث مثل مكان أو زمن على فهم أو الأشخاص. طب ما هو نفس الموضوع، هو نفس الموضوع التالي. ماشي. ينشر زيدان فيديو لشخص يتعرض لإطلاق نار أثناء نزاع مسلح بين عصابات منافسة وأكد عنوان أن هذا أحد الضحايا توفى نتيجة إطلاق ناري، ولكن لا يتم تقديم أي وقائع أساسية أخرى في الفيديو. يخالف هذا المحتوى سياستنا لأنه يعرض مشاهد عنيفة وقاسية. لا يخالف لأن الهدف من نشره ليس إثارة اهتمام. يخالف في هذا المحتوى لأن الفيديو اللي يعرض الإصابة. لا يخالف لأن الفيديو يؤكد وجود، يؤكد وفاة الضحية. أيه الأسئلة دي؟ ينشر زيدان فيديو لشخص يتعرض لإطلاق ناري أثناء نزاع بين مسلحين بين عصابات متنافسة ويؤكد أن هذه الضحايا توفى نتيجة إطلاق. لا يخالف، لا يخالف هذا الفيديو، يخالف هذا الفيديو سياسة أنه يعرض محتوى دون حقائق. يخالف
تاني. ماشي. تنشر ندى فيديو يعرض ضحية حادث يتم نقله إلى مستشفى وهي تنزف من جمجمتها المكسورة، ويحمل فيديو تحذير إصابة مروعة ولا يتم توفير أي وقائع. طب من نفس الموضوع، يخالف هذا الفيديو ندى لا تعرض حقائق أساسية، وبرضه يخالف عشان خاطر الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض إجابة صحيحة. واحد اثنين التالي. الخطوة التالية سينتهي صلاحية التحذير في 15/12/2023. أكملت الدورة بنجاح. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا إغلاق. وبكده أنا تحول معايا التحذير من تحذير إلى إنذار لمدة صلاحية بينتهي بعد تقريبا بالظبط زي ما هو بيقول لك كده، تاريخ انتهاء الانذار 15/12/2023، يعني 9 و10 و11 و12، 3 شهور بالظبط. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنتج المحتوى على اليوتيوب. وخد بالك وانت في الدورة، لان الدورة دي اقسم بالله كلمة فيها قد كده انت مش تفهم انت صح ولا غلط. بصراحة موضوع السياسات ده مرعب. شكرا للجميع.